أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر والبحرين، وعلى حرص مصر على مواصلة تنمية مسارات التعاون بين البلدين خاصة في المجال الاقتصادي. جاء ذلك خلال استقبال مدبولي سفيرة مملكة البحرين فوزية بنت عبد الله زينل مع بدء مهام عملها بالقاهرة. وأكدت سفيرة البحرين اعتزازها بما تشهده العلاقات الأخوية بين البلدين من تطور ونماء، كما أشادت السفيرة بما وصلت إليه العلاقات البحرينية المصرية من شراكة متطورة ومثمرة، ومؤكدة على تطلعها لتنشيط أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين.